إلى موضوعنا لهذه الأمسية، كما قلنا قبل لحظات، الفرق بين المكمل الغذائي والدواء، وكذلك من باب رد الاعتبار لعدد من الباحثين الجزائريين الحقيقيين بعد قضية زعيبط، ونتطرق لتجربة هذا الدكتور الجزائري في ميدان إنتاج المكملات الغذائية. أسعد باستضافة دكتور عبد الرزاق عقباش، أستاذ في المدرسة العليا لعلوم الغذاء الصناعات الغذائية والفلاحية هنا بالعاصمة. مرحبا بك معنا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. نذكر أن دكتور عبد الرزاق عقباش جاء من جامعة لافال الكندية، تخصص مكملات غذائية. قبل ذلك لا يفرق الكثير من الجزائريين بين المكملات الغذائية والأدوية، هذا ما يعرضهم للنصب وكذلك الاحتيال من قبل الباحثين مزيفين ومنهم كذلك النصابين. تفاصيل الموضوع معنا سيما الوفي. في وقت يتهافت فيه غالبية الجزائريين بكثرة على اقتناء المكملات الغذائية بمختلف أشكالها، يجهل مجملهم ما هي المكملات الغذائية أو حتى لمن هي موجهة. كيزة ما يبلش يبيعوا صح الفيتامين المكمل الغذائي يعني كومبليمون اليمونتير. واش معناتها كومبليمون اليمونتير؟ الناس اللي مختصين هما اللي يعرفوها. مكملات غذائية كومبليمون اليمونتير سمعت به؟ واش هذا ستون برودوي ولا ما سمعتش به؟ ما عندكش فكرة عليه؟ ما عنديش. في حين يؤكد المختصون أن المكملات الغذائية توجه لأشخاص معينين والتي تقدم بوصفة طبية من قبل الطبيب. سي دي برودوي اللي نصيبوهم ناتورالمون في لي زاليمون في الاكل في الغذاء تاعنا، نصيبوه في الخضر في الفواكه في اللحم، يكون عنده ديزيكيليبر اليمونتير ما ياكلش نورمال، مريض ولا كبير ولا عيان ولا، يزيدوا له الدواء هذاك، يزيدوا له لو برودوي لو كومبل، ما يقولوش دواء، هذا المكمل الغذائي باش يلحق لي بوزوان جورنالي تاعو. جهل الجزائريين وعدم تفريقهم بين المكملات الغذائية والأدوية سبب أول في ظهور المحتالين الذين يستغلون حاجة هؤلاء للبزنس بصحة المواطن. عودة للدكتور عبد الرزاق عقباش. قبل ذلك نذكر أنه أستاذ في العلوم المدرسة العليا للعلوم الغذاء الصناعات الغذائية كذلك الفلاحية، كنظرة يعني عن ما درسه دكتور، تحصل على شهادة البكالوريا هنا في برج بوعريريج، شهادة دكتوراه جامعة لافال في كندا، مدير مركز البحوث وتطوير الأغذية في كندا كذلك. الآن أنت أستاذ محاضر. قبل ما نستهل الحديث عن الفرق ما بين المكملات الغذائية والأدوية، والكثير من الشعب الجزائري ما يفهموش الفرق ما بيناتهم، يخلطوا بيناتهم. أول شيء نبدأ مع مسيرتك العلمية، أنت كنت درست هنا في 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 الجزائر في ولاية برج بوعريريج بطريقة عادية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً نشكرك الآخرون على الاستضافة، ونشكر طاقم فريق النهار على الترحيب، ونرحب بكل مشاهدينا الكرام. إذا نعم، أنا تحصلت على شهادة البكالوريا في 98، درست عام في جامعة صيف، وبعد ذلك درست عام في جامعة قسم طينا. على ليبوك كان تخصص بيوميديكال، على ليبوك كان ترون كومان بيوميديكال. ومن بعد شو اللي خلاك تروح لكندا؟ والله ظروف، طموح وطموح وظروف والحمد لله درنا ماستر مليح. من ثم مشيت لجامعة لافال في كندا، درت ان باتشلور، سكون ابل ان باتشلور ليكيفالون دو ليسانس انيا ان بيوتكنولوجي، ماجستير معناتها لا ميتريس تما ان سيونس تكنولوجي دي زاليمون، ومن بعد درت دكتوراه ان سيونس اي تكنولوجي دي زاليمون، كنت في الانستيتيو دي نوتراسوتيك اي دي زاليمون فونكسيونيل اللي هو بارمي دو بلو غران سونتر. من سنه تخرجت؟ ان 2009. في 2009. هذا الشهاده عذرني فقط دكتور لانه الكثير كان يتكلم في المواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الايام راجل الحديث عن العدد من الباحثين انهم ماهمش متحصلين على شهادات ويبحثوا. الاستاذ دكتور عبد الرزاق طلبنا منه انه يجينا بشهاده الدكتوراه من جامعه لافال هي معنا. إذن نكمل مسيرتك. أنت بعد تخرجك سنة 2009 من جامعة لافال بدرجة دكتوراه، تخصص بالضبط تخصص هذا الدكتوراه؟ تخصص دكتوراه تخصص في اللي نعطيها بالفرنسية. نعم كما نرى في الصورة. فوالا هي الدكتوراه سيونس تكنولوجي دي زاليمون، دونك علوم التكنولوجيا الأغذية، ولكن التخصص هو سكون نابيل لي نوتراسوتيك اي لي زاليمون فونكسيونيل. طيب كنت في المعهد الانستيتو دي نوتراسوتيك اي دي زاليمون فونكسيونيل، والمدير تاعي هو مدير المعهد هو اللي انكادرني ايف بوليوت، دايوغ جو لو ساليو على لوكازيون دالجي، وان شاء الله نستقبلوه ونقول له مرحبا بك في الجزائر.
في المعهد هذا التخصص تاعنا كان هذا هو استدير نهزوا حاجه حيه ان اليمون غذاء ولا نبته ولا بكتيريا نشوفوا لي موليكولز كنا نقول لي موليكول بيو اكتيف دونك واش هما المكونات الحيه ومن بعد نشوفوا لي بروسيدي ديكستراكسيون دونك فاش نحيوا لا موليكول بيو اكتيف هذيك من الاليمون ونديروها على شكل صيدلاني كنا نقول اون فورم غالينيك ولا فارماسيوتيك باش بور تريتي دي مالادي. طيب بعد تخرجك من جامعه لافال الكنديه وين اشتغلت؟ اشتغلت في كندا, اشتغلت اولا في ليفي دونك سي في لا فيل دو كيبيك. كنت ديريكتور دو فابريكاسيون تاع فارما لاب, سي اون انتربريز كي فابريكي ميديكامون. كنت انا مسؤول, كنت حاكم الاشراف على لا فابريكاسيون دونك على صناعه الادويه. ومن بعد اشتغلت في السونتر دو ديفلوبمون بيو اليمونتير دو كيبيك اللي هو مركز تطوير الاغذيه تاع الغوفرنمون دو كيبيك اللي جاي في لابوكاتيير. سي اون فيل ساعه ونص على ليست دو لا فيل دو كيبيك. وكنت انا هو مدير هذا المركز. لا مش مدير مركز, ديريكتور ريشيرش ديفلوبمون دونك مدير البحث والتطوير. البحث والتطوير. اوكي دخلت للجزائر واش من سنه 2011 وراح دخلت للجزائر. كثير يسال باحثين وادمغه يعني هاجروا ارض الوطن, لكن فيهم البعض اللي انه حب يكمل خارج الوطن, لكن فيهم كذلك منهم اللي دخلوا ارض الوطن. علاش دخلت ارض الوطن؟ علاش دخلت ارض الوطن؟ كاين بزاف دو بليزون بليس, انا عندي بزاف لي كوليغ في كندا. فيه تحفيزات كثيره في الخارج, في كندا تحفيزات, فيه حب الوطن, فيه دائما يقولوا لي عندنا واحد لي فاكسين يديروه احنا الجزائريين, عندنا الجزائر في القلب واش تحب انت. علاه رجعت لارض الوطن؟ نحكيك اون بوتيت انيدوكت. كنت في 2009 ولا 2008 جيت لهنا الجزائر, كنت مع جده في برج بوعريج. قالت لي وليدي واش راك تقرا في كندا واش راك دير؟ قلت لها احنا كان عندنا بروجي دو ريشيرش في الحليب, كان واحد لي موليكول, واحد لي موليكول عيطوا لي سيتوكين دونك سي دي هرمون دو كواسونس, نديروا لهم ليكستراكسيون تاعهم ونديروا بهم ادويه لمرضي دو كرون للبسورياسيس. قلت لها جدا نخدم الحليب ونديروا دواء من الحليب. كما قالت لي يبوه عليك, قالت لي تروح حتى لكندا واش تخدم الحليب وخليت الشيح تاعنا هنايا وخليت الحلبه. قالت لي الشيح اون 2009 وحقا من بعد خدمت لي. واول كما جيت لهنايا اون 2011 2012 جي لونسي لونتربريز تاعي. اول برودوي اللي خرجته في الجزائر ان برودوي نوتراسوتيك كان اباز دارمواز بلونش اللي هي الشيح. البعض من المشاهدين ينتقدوك يقولوا انه كيف دكتور بهذا الدرجه يتكلم على الشيح وعلى هذا كما يقولوا الحشاوش يعني الحشاوش. انا جاي نجيبها ان شاء الله. ما ننساوش بلي غروند بارتي من لي ميديكامون كاين بزاف ادويه مخدومين بالاعشاب. هذا والاعشاب قبل ما يخرج الميديكامون, الميديكامون كيميك خرج هنا برك من قبل ملي خلقت الدنيا هذه, ملي خلقت الهيومانيتي والناس تداوي بالاعشاب. هذا مش حاجه احنا نخبيوها ولا الاعشاب. من واحد يقول لك اكتشفت ولا اخترعت الاعشاب, نكتشفوهم اخترعهم خلقهم ربي. دونك حنا واش نديرو؟ نطورو ونخلقو دي روسيت, نخلقو دي ميلونج ونسيي ونوبتيميزيو لو ميلونج هذاك ونرجعوه نتوديوه دو بوان دو في توكسيك. لازم يكون جوست لا توكسيتي تاعو ونشوفوا لي في تاعو. ماهيش حاجه يعني خارقه العاده واش رانا نديرو, ولكن الاعشاب ماهيش غير في الجزائر, العالم كامل دوك راه يشوف لا فوا ناتورال كيفاش يعالج ولا كيفاش يشوف لي سوليسيون التيرناتيف المواد الطبيعيه. هذا ما يعنيش طيب ان الميديكامون في بلاصتو واللي برودوي ناتورال في بلاصتو. الكلام الجده هو اللي خلاك تدخل ارض الوطن او انه في امور اخرى. خليني نخمم. هو كي جيت 2011 على كل جيت بور دي فاكونس برك. نشكره, كان عميد كليه برج بوعريج الاستاذ برواضح هو اللي شجعني وقال لي تقعد معنا لهنا وتبقى اتصال مع كندا ورابيدمون عطاني بوست كاستاذ. التحقت بجامعه برج بوعريج. التحقت بجامعه برج بوعريج وبديت نعطي لي كور تما وشفت باللي لي زيتيديون تاعنا مازال محتاجين لينا حنايا. طيب تليفون. هذا العام التحقت بالمدرسه العليا لعلوم الغذاء في نعم جزء العاصمه هنا في العاصمه. واش تدرس في المدرسه؟ بور عندي 3 اشهر من اللي التحقت بالمدرسه دونك ان شاء الله. هي مدرسه جديده؟ مدرسه جديده يعني شحال عامين؟ هي كانت مدرسه تحضيريه, عندها عامين هي مدرسه تحضيريه. العام هذا من سبتمبر هذا ولات مدرسه العليا لعلوم التغذيه والتكنولوجيات الغذائيه الفلاحيه. دونك لو بوست تاعي لو موندا تاعي اول حاجه سي نقرب ليكول من الاندستري. احنا هو مشكل تاع في الجزائر تاعنا سي كنديروا الابحاث ونديروا لي ريغيرش ما نطبقوهم في اوراق ونحطوهم في المكتبه. دوك الدوله قالت لك لازم نبدلوا شويه الامور, لازم ليكول ولا الجامعات تكون او سيرفيس للاندستري. وهذا السبب لانشاء هذه المدرسه العليا بطبيعه الحال. بطبيعه الحال وانا يا لونغاجمون تاعي الاول في ليكول هذه سي نقرب لي زيتيديون تاعنا من لي اندستريال المؤسسات الصناعيه الجزائريه. في شراكه فيها فيها في شراكه ما بين هذه المدرسه العليا في شراكات رانا نخدموا والحمد لله في تفتح على الطرفين. والحاجه الاخرى ما ننساوهاش سي كو الابحاث الكبار اللي خرجت في العالم
ولي زينوفاسيون اللي خرجوا في العالم خرجوا من الاندستري ما خرجوش من الجامعات. اذا لازم حنا المصنعين هذو يحتاجونا بالاكسبرتيز تاعنا، يحتاجونا بلاماس بلا فورماسيون تاعنا، مي حنا نحتاجوهم باسكو نتعلموا عليهم فين، نتعلموا على التكنيك تاعهم، نتعلموا على البروسيدي تاعهم، على البروسيدور. هذا هو اللي هذه الديناميكيه نحب نخلقوها ما بين الجامعه والمدارس وبين بجانب التدريس. انت انشات مؤسسه بطبيعة الحال 2012، المدرسة المؤسسة اسمها ميغا نيوتراسوتيكول اللي هي بدأت تعرف في السوق الجزائرية. وش هي المؤسسة هذه؟ هي توجور في الدومين دونك في المكملات الطبيعية، من الغرض الأول تاعها يعني اون سي فيكسي كوموندا ماهيش حاجة سهلة، أن نستعملوا لي برودوي ولا لي بلونت الجيريان. دونك هذا مواد محلية، يعني مواد محلية ماهيش غير مواد محلية باسكو نقدروا نقولوا اون بلونت ولا نبتة نغرسوها هنا في الجزائر نقدروا نغرسوها هير. سورتو كاين نباتات عندنا في الجزائر، ماشي في الجزائر، نقول الجزائر في المغرب، عايشين غير عندنا في المغرب، دونك ما عندناش اون كونكورونس ولا ما عندناش ان بوتونسييل كونكورونسييل مع دي بيي الاخرين. مثلا نقدروا نهضروا على الشيح، هضرت على الشيح، انا الشيح سي اون بلونت كي ماتير بوكو، اون بلونت اللي نعطي لها بزاف اهميه، والابحاث تاعي كامل في جامعه برج بوريج يديروا على الشيح. لو نون سيانتيفيك سي لارتيميزيا اربا البا، سي معروفه بارموز بلونش، سي اون شيح عنده فوائد كثيره بزاف. طيب نوصلوا للموضوع الاساسي، يعني الحلقه الاساسيه انه في الجزائر هنا اصبح هناك خلط ما بين ادويه ومكمل غذائي، وشو الفرق ما بيناتهم، وكيف يعرف المواطن انه هذا مكمل غذائي وهذا ادويه، خاصه انه المكملات الغذائيه اصبحت تعلب في يعني تشبه الدواء بطبيعه الحال، وهذا مش حاجه مش مليحه بالعكس. ولكن خلينا نهضروا على المكملات الغذائيه نفهموهم شنو هما. احنا رانا نخلطوا، احنا نعرف اون بونس نشوفوا بلي في 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 الصيدليه في الفارماسي كاين ادويه وكل ما هوش دواء مكمل غذائي، وهذا خطا. مكمل غذائي كتعريف تاعو شي وان كومبليمون اليمونتير ولا سوبليمون اليمونتير، سي كو عندي تغذيه في الغذاء تاعي ناقصته حاجه، يقدر يكون معدن مثلا مغنيسيوم ولا كالسيوم ولا مثلا معدن نشوفوا مغنيسيوم ولا فيتامين سي. دونك الغذاء تاعي ناقصته اون فيتامين ولا ناقصه معدن، نروح نجيبهم دون ان برودوي لي ريش بالمعدن هذاك. تقدر تخصني بروتين، لي زاسيد امين اسونسييل هما مواد الاحماض الامينيه اللي الانسان ما يقدرش يخدمهم هو، لازم تجيهم من الاليمونطاسيون. دونك الاليمونطاسيون تاعي لي بوفر اون اسيد اميني اكس ولا ايغريك، نروح نجيبو هذه يعطلو مكون مكمل غذائي، نكمل الغذاء تاعي. تفهمنا في الحاجه هذه؟ ولكن كي تكون عندي ان برودوي ناتوريل اللي عنده ان افي دو غيري ولا دو تريتي ولا يساعد اون مالادي، هذا مش مكمل غذائي، هذا نصنفوه من جهه واحده اخرى. دونك عندي لا ميم بلونت، انا عندي مثلا الحلبه، الحلبه فيها بزاف لي بروتين، اذا ناقصني بروتين ونروح نجيب الحلبه نجيب لها لي بروتين يعتبر مكمل غذائي. اذا نستعمل الحلبه بور تريتي الديابيت ولا بور تريتي الديابيت مرض السكر ولا لي مالادي كارديوفاسكولار ولا اي حاجه، هنا مش تعتبرش مكمل غذائي، هنا نصنفوها في تصنيف اخر. إذن عندنا المكملات الغذائية وعندنا المواد الطبيعية الأخرى. والحاجة الأخرى لازم نفهموها، حتى النبتة في حد ذاتها كاين دو فاسون دو فير لي شوز. نقدروا النبتة كيما راهي نرحيوها، نبروايوها، نشفوها ونرحيوها ونحطوها في كبسولة ونعطيوها للكونسوماتور. حاجة، نقدر النبتة هذيك أنايا ندرس واش هي المكون، واش لا موليكول بيو أكتيف في النبتة، شو المكون فعال في النبتة هذيك. ولازم نشوف لا فاسون كيفاش نكونسونطريه ونديرو دون ان كومبريمي دون اون فورم غالينيك، تركزوا على يتجبد على الشيح الصيدلاني ونجبدو وحده، هذه حاجه اخرى خلاص. اذا كيفاش ننطلقوا من نبته؟ امور تقنيه كثيره قادر يعني المشاهد جي صعوبه في فهمها، نبسطوا اكثر تربيع. عندي نبته، عندي نبته نحوس نكوميرساليزيها، هاي هو المشكل الكبير على وقت الجزائر. بزاف اللي يقول لك نعرف وعندي رسات وعندي نبته ونحوس ننتجها ولا نحوس نسوقها في المارشي. صح، النبته هذه هنا في الجزائر على كل حال المنتوجات الكبار، اكثريه تاع المنتوجات اللي راها مسوقين في الجزائر هي النبته اونتيير، معناتها بكاملها، تقدر تكون فروي، معناتها ثمار، تقدر تكون اوراق ولا تقدر تكون عروق، يرحيهم يحطوهم في لاجيلول، هذه حاجه. اذا النباتات راهم كاين عندنا اون ليست كبيره بزاف تاع النباتات، لازم تكون عندنا اون باز دو دوني تاع النباتات اللي توانا ولا امبورتي اللي معروفين. طيب هذا الانتاج المكملات الغذائيه، نمروا للشق اخر بالحديث. انت قلت باللي مش كل منتوج ينتج من هذا الحشاوش مكمل غذائي. طبيعة الحال ناخذ على سبيل المثال ما جرى في القضيه الاخيره، قضيه زعيبه المكمل الغذائي اراش بي رحمه ربي. طيب كيف تصنفوا؟ ما سموش مكمل غذائي، لان في المكمل الغذائي ولا في البرودوي ناتشورال كاين زوج حوايج، تاع
très importante. كاين اولا المكونات اول شيء ما يتصنفش دواء وما يتصنفش مكمل غذائي ما يتصنفش هو العيطوا في الفرنساوي عيطوا له برودوي سانتي ناتوريل داكور ماده طبيعيه ماهوش مكمل غذائي لانها ما ناكلوش ما نسحقش منه الفيتامين ولا ما نسحقش منه راح نترتي به المرضي سان ديابيتيك اللي يحتاجه صحه دونك المكون البرودوي هذا صح قلنا ما نصرفوش مكون غذائي مش الحاجه الاولى قلنا لا كونسونطراسيون تاع لي موليكول الحاجه الثانيه واش هي لا ليغاسيون سونتي نحطها في البرودوي واش نكتب عليه انا المنتوج تاعي واش نكتب فيه في الدول المتقدمه ولا في الدول المتطوره هذه لي زاليغاسيون سونتي ولا هذا نعيط لهم بالعربيه مؤشرات صحيه اللي لازم نكتبوا في البرودوي مصنفه ولا ليست لي اكزوسيف ما تقدرش دير من راسك صح كان لي زاليغاسيون جينيرال اللي نقدر تحطهم بلا ما تثبت فعاليتهم مثلا نعطي مثال يساعد على الهضم يحفز الشهيه دونك ستيمولا بيتي يحفز افراز حليب الام ستيمولا ليتمون يقوي الجهاز المناعي نبقاو في الحوايج دون سونس لارج يقوي الجهاز المناعي دونك ستيمول سيستيم ايمونيتير تقويه الذاكره باختصار هذو هما بمانيير جينيرال هذو نقدر نحطهم في لومباراج تاعي بصح واش هي انتردي نحط في لومباراج تاعي سون لو بروفي سي ما نقدرش نحط لون تاع المرضي ما نقدرش نقول التلات التالو تاع المرضي ما نقدرش نحط كلمه يعالج ممنوع في لي برودوي ناتوري نقول كلمه يعالج ما يعالجش ممنوع تتحط والحاجه الاخرى ممنوع نحط النوت تاع العضو ما نقدرش نقول انتستان ولا نقدرش نقول كولون طيب طلعت على نتائج تحاليل او كلام رئيس معهد هذا التحاليل في مستشفى قسنطينه طلعت على كلامه طلعت عليهم البارح طلعت عليهم واش رايك يعني في كلامه قال انه في بعض المكونات ماهيش معروفه فيه بون واش رايي في القضيه ديجا كجهه عامه اولا عندنا استنتاج في القضيه هذه الاستنتاج الاول ان عندنا فيد جوريديك عندنا والحمد لله صارت القضيه هذه دونك حنا عندنا عامين حنا نعيطوا نقولوا لازم الدومين هذا ندخلوا فيه شويه ونصفيوه شويه والحمد لله جات القضيه هذه دونك انا نشوفوا باللي كاين حوايج راهم يداروا ما بين وزاره التجاره وما بين وزاره الصحه وان شاء الله كاين نورمالمون كاين دي ريزولتا كور تيرم هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه استنتاج ثاني ان المستهلك تاعنا ماهوش واعي سبحان الله البرودوي ما نعرفوهش مازال ما خرجش في المارشي عندنا نونغومون لي فارماسي اكستراوردينير بالعقل يا خويا يعني يخرج برودوي هذا هو المشكل كان الزوبعه الاعلاميه الكبيره اللي رافقته هذا هو الاشكال الكبير معليش انا كوم عندي مرض ديابيتيك مرض كرونيك شويه سونسيبل ما نسرعش يا خويا يعني نشوف البرودوي يخرج نشوف واش يعطي على بالك أو حاجة اللي صعيبة بزاف أن البرودوي ميم نديفلوبيو في لابوراتوار ونسيوه على زومان ونسيوه على الحيوانات ونسيوه جامي نقدروا نتوقعوا البرودوي هذا كي يخرج ريالمون في المارشي كيفاش راح يمد ومن جهة هذه تشوفوا ميم لي بواط اللي ينتجوا ميديكامون جديد قبل ما يحطوه في المارشي يخافوا بزاف واش يديروا ما يلعبش مع مارك تاعو يكري شركة واحدة أخرى ويسوق الميديكامون باسم شركة اللي ماهيش الشركة تاعو باسكو ما يقدرش يعرف ما يقدرش يتوقع وش راح يصرى في اللي يتحمل نتائج يعني تاع هذا التربيه لا بصراحه قل لي ما رايك في الاسم اللي اطلق على هذا المكمل الغذائي بين قوسين رحمه ربي او ارشبي انا اسمح لي انا نشوف البرودوي كتقني وكعلمي خليني من الاسم ولا خليني من الشخص في حد ذاته واش نقدر نقول تقنيا على المنتوج في حاجه مليحه اللي عجبتني فيه ما نقولوهاش سي لومباراج تاعو سي الكونديسيون سكون ابل حنا الكونديسيون بريمير وسيكوندير مسموح انه يكون لومبلاج هذا على شكل دواء بطبيعه الحال مسموح حاجه مليحه علاش باسكو نهضروا شويه على الكونديسيونمون حاجه تري امبورطون في الشوا نتاع البرودوي تاعنا في الكونديسيونمون عندنا زوج عندنا تلقاو اون فراك هكذا في لي فلاكون ولا نلقاهم بليستر وين الفرق بين هذو صح كي نشرب ان برودوي اللي نعيطوا له حنا كور معناتها مثلا راح نشرب دي فيتامين ونسحق 15 يوم وانا نشرب دي فيتامين داكور بوندون 15 يوم على بالي بلي الباطا دي راح نكملها طيب كمل كل المكونات تاع الباطا كامل نكملهم هنا نروحو فلاكون معليش باسكو ماش راح يبقاو لي كاين باغ اكزومبل نشرب ان برودوي مع الهضم عندي ان بروبليم تاع الهضم نشرب زوج حبات في حبات ويبقى لي الاخر ما نحتاجوش اليوم نحتاجو بالك السمانه الجايه ولا الشهر الجاي هنا احسن حاجه اللي تحمي المنتوج هو البليستر نشرب منه زوج ثلاثه نبقى الكومبوزون يبقاو الاخرين سون انكور بروتيجي ماهوش كيما هنا باسكو نحلو كاين الهواء يدخل كاين ليميتي كاين خلينا نرجع للومبالاج
دونك نرجع لك لا تسمح لي الاخ تفضل باختصار الاخ هارون واش ناقص في البرودوي هذا هذه حاجه مليحه اولا شفنا بزاف حوايج ما شفناش حاجه وحده ما شفناش لي شيفر ما شفناش معطيات في البرودوي هذا انا يعني كيشت الباطا نتاعو كاين لا ليست تاع لي زانغريديون اولا كاين غير الاوميغا 3 اللي نعرفوه ماهيش حاجه اكسترودينير كاين بزاف ما نعرفوش واش هو الماء واش هو كوميس مجهوله مجهوله حتى هو نيكستري دو بلونت حاب يخليها لارج مي نو هذا سان برودوي دو سونتي كوم بروفيسيونيل دو سونتي عندنا اون ريسبونسابيلتي فيرتيكال مع ربي اوريزونتال على المجتمع تاعنا جو دوا سي اون اوبليغاسيون نحط لي كومبوزون تاعي كامل حاجه والثانيه لا كونسونطراسيون تاعهم باسكو يا الاخرون ما كانش حاجه في الدنيا هذه اللي توكسيك ولا ماهيش الماء كون نشربوه غروند كونتيتي راه يولي توكسيك والسم كون نشربوه ان بيتيت كونتيتي يولي موش توكسيك اذا سي لا كونسونطراسيون لا دوز تركيز تاع اي مكون اللي احنا لازم نعرفوه هذه لازم يعطيها لنا ولا يعطيها لا كوميونيتي سيانتيفيك باش اون بليس جوجي طيب مفهوم فيما يخص المكملات الغذائيه انت كنت في كندا ودرست وعملت هناك طريقه انتاج وتسويق هذه المكملات الغذائيه تحدث مثل هذه الامور كما جرى في الجزائر لا ما تحدثش هكذاك اولا المكملات الغذائيه اللي كنت نقولها هنايا معناتها اتفقنا على انه ما اسموش مكمل غذائي هذا صح مكملات غذائيه سي لو مينيستير دو كوميرس اللي هي وزاره التجاره لانها غذاء بروتيين ليبيد غذاء اي وزاره التجاره اللي حكمتهم لي زوتر برودوي دو سونتي سي وزاره الصحه صحيح هنايا كي نجي عندي برودوي جديد نروح لوزاره الصحه نقول لهم هاو ما توش تاعي جديد وينها لا بلونت تاعك كل كاعطيني المكونات تاعك وين النبته تاعك واعطيني لا كونسونطراسيون في برودوي تاعك هما يشوفوا لا باز دو دوني الا النبته معروفه ولا كونسونطراسيون قل من لا كونسونطراسيون اللي هي اللي تقدر دير بروبليم تاع لا سونتي هنا tu es autorisé تقدر تبيع منتوج تاعك يعطي لك شكون ابلان بي اس ان برودوي ولا ان ان بي اس ان نيميرو دو برودوي سونتي ناتوريل لازم ديرو في المبرش تاعك الا النبته مش معروفه ولا لي كونسونطراسيون مازال ما عرفناهمش هنا لازم لك اون اتيود كلينيك ولا بري كلينيك معناتها يفرضوا عليك دير دراسات على الحيوانات ومن بعد على عينه من لي سيبل تاعنا هذه المراحل انت تتكلم على الجزائر هنا في الجزائر لا 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 نحكي في دول اخرى في كندا لا لا في كندا ولا في اوروبا ولا علاه لهنا في الجزائر ما كانش هذا الاسلوب هذا الجزائر ما كانش اسلوب لانها هنا راح نبداوها ان شاء الله لانها قانون الصحه الجديد ان شاء الله هكذا نقول في قانون الصحه الجديد كاين درك كاين حديث عن الحاق هذه المكملات الغذائيه بخروجها من عباءه وزاره التجاره ودخولها لعباءه وزاره الصحه خروجها اسمح لي بخروجها من لي بروفيسيونيل دو سونتي شكون اللي راه محكم المارشي هذا كاينش انا نهضر مع لي فارماسيان نقول لهم راكم لي فارماسيان لو فارماسيان مش باس تكريب دون اون اوفيسين معمرين دوك لي فوسوفيس تاعنا خرجوا لنا لي فارماسيان وراه لوغ تاع لو ميدسان لي ميدسان تاعنا ما عندهمش ميم با اون فورماسيون نوتريسيون كيفاش تحبوا يعرفوا ولا يكونوا اون كونتاكت مع سي برودوي اذا كاين خلل الخلل لازم كل اوني بارتي برونت كامل عندنا يد في هذا الخلل هذا لازم كامل نعاودوا نشوفوا واش ما كانش واش كاين ونتخذوا اجراءات باش نحسنوا هذا الميدان هذا طيب كيف توقع يعني مستقبل هذا الميدان والله انا جاني انا متفائل خير ديجا وثانيا راني كيفاش يقولوا ذكر المشاهد فقط للامانه ذكر المشاهد انك عندك مؤسسه تنتج مكملات غذائيه عندي مؤسسه هي المؤسسه الوحيده في الجزائر تقول لي المؤسسه الوحيده اللي تصنع كاين عندنا معروفين كاين عندنا وحده مؤسسه كبيره في الجزائر ما نذكرش اسم تاعها اللي هما الكونكورون تاعنا ولكن يفوا ان ترافاي اكسترودينير هما الامبورت والكونديسيون لي برودوي لهنا هما اللي حاكمين يعني لو ليدر في المارشي والامانه فقط نوصلوا للامانه فقط امام المشاهدين امام المشاهدين نعم عفوا انت انتجت نعم مكمل غذائي هكذا وي خاص لمرضى السكري 2012 سنه 2012 2012 نعم وقع لك مشكل ها هو نفس الاشكال انا البرودوي نفس المشاكل البرودوي هذا ديفلوبيناه مع لي ستوديون تاعنا في جامعه بورشبوريج لمده عامين لكن تفقوا على حاجه هذا مكمل غذائي وليس دواء يشفي هنا في الجزائر لا ليس دواء ما نهضروش على دواء سي برودوي كيميك دواء وحده خلاص ممكن تعطيني شرح بسيط فقط على هذا المكمل الغذائي اللي انتجته سنه 2012 هذا المكمل برينسيبالمون مخدوم الشيح انا قلت لك ما نديرش حاجه اكسترودينير فيه شيح وجليول مع شويه كلكو زوتر مع شويه الحلبه باسكو الشيح معروف في الدومين هذا اون انفونت ريان الشيح عندنا 30 سنه ولا 20 سنه والجامعه الجزائريه تدرس عليه دونك كاين بزاف الباحثين اللي درسوا على الشيح ومعروف بلي هابط السكر الحلبه معروفه بسكون ابل حنا الاستابيليز السكر نشوفوا النتائج بطبيعه الحال
ها هو البرودوي هذا خدمناه 2012 خدموه ما نقولش مانيش انا اللي خدمته انا غير شويه ديريكتور دو ريشيرش دونك خدموه لي ستوديون تاعي اللي نشكرهم خدموا عمل جبار خدموا اميلونج برينسيبالمون مخدوم بالشيح دونك لارمواز ارتيميزيا اربع حلبه فيه شويه حلبه وبعض من المكونات الاخرين طيب واعطيناه لي بيرسون اتين دو مرادي دو تيب 2 دونك لي ديابيتيك دو تيب 2 عينه تاع مش حاجه كبيره مي سي ديجا سا 36 واحد هذا المؤشر اللي بالاحمر هذا بالاحمر نسبه السكر في الدم على 30 يوم خفضت على 30 يوم على 30 يوم فيها وعاودنا وهذا كي نخرجوا ان برودوي عليها شنو نقول البرودوي هذا اللي خرج في المارشي استناونا باقي غير ندرسوه لانه يقدر يكون لاكتيفيتي هذه تكون سكون ابل حنايا في الطومه تاعنا لو بلاسيبو معناتها الانسان تعطي له دواء اللي ما فيه والو وتقول له ها ويشفيك يقدر غير المورال تاعه يعاونو فيه فيه الكثير من المرضى سكري اللي تناولوا ما يسمى المكمل الغذائي لتوفيق زعيبط أيوة. قالوا اننا حسينا في الاول بارتياح لكن فيه فيه البعض من الخبراء يقولوا انه هذاك يعني الملاحظه الاولى لكن عنده ديزيفي من بعد يكونوا هذه عيطوا له انا في الشركه تاعي عندي ديبارتمون اسمه شرحنا عليها على حسوا بنفسهم يعني صح في الديبارتمون تاعي عندي سكون ابيل لا فارماكوفيجيلانس معناتها كي تخرج برودوي في المارشي البرودوي لازم كاين فارماسيان ولا جروب دو فارماسيان يتبعوهم بعد طيب خليني نشرح لك برك صح في الجانب السلبي وفي الجانب الايجابي ما نقدر ندرسوه نلقاوه بلي مش سام في التسمم كاين سكون ابل لا توكسيتي ايغو كرونيك معناتها تقدر نلقاه مش سام على يوم يومين شهر شهرين من على عام على باش راه سام ولا ماهوش الانسان راح يشربه مده عام صحيح. هذا من جهه سلبيه ومن جهه ايجابيه يقدر يكون ليفي تاعو مليح شهر شهرين ثلاثه ومن بعد يحبس ليفي تاعو هذه تدرس انا واش قلت لازمنا دي شيفر احنا كوم سيونتيفيك ما نهضروش هكذاك عطينا دي شيفر لو برودوي هذا اللي خرج في المارشي ديجا مانيش فاهمين الميكانيزم داكسيون تاعو واش يدير على واش راه يراجي دونك الى راه نهضروا على الجلوكوز نقدروا نعرفوا سي تري سامبل دي زاناليز دو جلوكوز ونشوف واش يهبط ويطلع الى عادي اجي على الانسولين اللي هي الهرمون اللي تلعب على الجلوكوز اون فا دوزي الانسولين نتاع لي باسيون اللي يشربوه ونشوفوا لك ما كاين اون هايبر سي اون فو سيكريسيون تاع الانسولين ولا لا والله يلعب على الاعراض الجانبيه تاع لا مالادي دونك هذه واحد ما فاهم واش هو واش المود داكسيون تاع البرودوي هذا باش نقدروا نعطيو دي ريزولطا باسكو ابري تو لازم نسمع دي شيفر باش نقدروا نقولوا فعال ولا مش فعال على واش جوين بازي طيب البعض من الاراء كذلك تقول انه فيه بارونات دواء في الجزائر يحاربوا هاد المصنعين والمنتجين المكملات الغذائيه او هاد المواد الطبيعيه كما تقول انت لا ما نظنش لا لا هاد لي برودوي هادو ماهمش عندنا في الجزائر الدول القويه اللي فيهم هي الهند والصين وعندهم بزاف مكملات غذائيه للديابيت دونك ماشي حاجه جديده والله ما جبنا والو جديد هنايا اذا ما نظنش بلي كاين لي زاندستري فارماسيوتيك هكذا راهم ديغيغ النورم ما نظنش نو انا نظن بلي تسرعنا شويه في الامر هذا كنا قادرين كنا قادرين نتلاقاو وقال لنا نعطيو له نعطيو شويه الشيفر نتخذوا الاجراءات قال نديروا ديبارتمون تاع فارماكوفيجيلانس باش نتبعوا البرودوي هذا حنا ماذا بينا انا والله غير شرفنا يعني كون كان البرودوي هذا صح واش راه نقولوا عليه هو للاسف كان يعني دكتور توفيق زعيبط يعني قال في الاول انه درست في جامعة سويسرا وما إلى ذلك لكن كان النفي من الجامعة على كل في هذه النقطة الكثير يقول أنه فيه باحثين ما درسوش ما تحصلوش على شهادات لكنهم تفوقوا في بحثهم هل صحيح؟ ممكن؟ بطبيعة الحال الباحث مش غير شهادة شهادة pour moi صح عندك une expérience théorique si on veut مي احنايا احنا في المواقع ورانا دكاترة بصح باش ندير باش ندير ان بروتوكول لازم نروح نشوف جدي وجده ونشوف الهيستوريك تاعنا ونشوف لي تراديسيون تاعنا اول حاجه ثاني نضيف روح العشبه يعطيو لي معلومات اللي انا ما عنديش اللي انا وشي واسن سافوار كي ترونسمي لازم من جد الابن سن سافوار كي ترونسمي هذو كل معطيات بعد انا نهز باسكو ما نقدرش شحال كاين بلونت ولا شحال كاين نبته في تروح الغابه الالاف النباتات لكن هذا فقط اسمح لي دكتور هذا المجال الان اصبح مجال مختلط يعني فيه المشعوذ والساحر ومن يصف لك اعشاب هكذا يعني اختلط الحبل بالنابل اصبح اللي يجي يوصف لك عشبه او يخرج لك مكمل غذائي هذا سي مالورور نقول نمشي في لي فاكولتي دو فارماسي وفي لي فاكولتي دو ميديسين وحتى لي بيولوجيست تاعنا نقول لهم راكم عجب والله غير عجب ولكن نظن باللي وزاره التجاره ووزاره الصحه فهموا درك
وإلى المومون داجير وراهم جو بونس راهم اون ايتا دورجونس باش تخرجوا لنا قوانين. لازم كل برودوي نختموا بهذا الشق بهذا الجانب. ما الذي يجب على وزارة الصحة وزارة التجارة العمل لتنظيم هذا المجال؟ أول حاجة هو الاتصال بالإكسبير تاع الميديو، أول حاجة. ونديروا أن ديبارتمون يقدر يكون بلوري ديسيبلينار، يقدر نجيبوا الناس من وزارة التجارة والناس من وزارة الصحة، نجيبوا الناس من وزارة البيئة، وزارة الفلاحة ثاني باسكو برودوي أغريكول أبري تو، ونديروا لجنة مختلطة ولا نديروا أن ديبارتمون لي دوفني لا ريفيرونس. اول حاجه. ثانيا لو بلوس امبورطون سي نديرو لا ليست تاع لي بلونت تاعنا ولا كي نقدروا نيمبورتيهم. نعطي مثال، انا هضرنا على، اسمح لي الاخ، هضرنا على البرودوي هذا ار اش بي، مي ما تنساوش كاين كوارث اكثر من هذا. نغتنم الفرصه ونقول للمستهلك تاعنا كاين دو برودوي في المارشي راهم كارثه، راه عندنا المسمنات، مسمنات راه كارثه، راه معمرين بلي كورتيكو لا كورتيكوثيرابي، معمرين بالكورتيكويد. يا امراه يا اختي، باسكو نقول يا اختي باسكو بزاف النساء اللي يشربوه، الا شربتيه اليوم وغدوه تلقى روحك منفوخه، كاين برودوي شيميك على الانتيريور. وهذه اتونسيون لي كورتيكو، شوفوا لي ميديسين يقول لكم لي كورتيكويد واش ما نعرف تاعهم، نهضرها اون كونيسونس دو كوز. والحاجه الاخرى هما المنشطات الجنسيه، نتحدى اي واحد يقول لي عندك منشط جنسي تشربو يعطي لي في تاعو ابري 30 مينوت ولا ابري ساعه. كاين دي برودوي شيميك، ودرنا دي زاناليز على لي برودوي في لابوغاتوار ولقينا بلي كاين دي برودوي شيميك. اذا المطلوب منا اننا كامل كي نقول كامل معناتها الباحثين لي زاندستريال، اي واحد يقدر يتعاون في الميديو هذا، نتلاقاو بيناتنا ونديروا ان ترافاي ان شاء الله باش نشكروك دكتور عبد الرزاق عقباش. نشكركم بنا استاذ المدرسه العليا لعلوم الغذاء والصناعات الغذائيه والفلاحيه على حضورك معنا خلال هذه الامسيه. شكرا وبالتوفيق لكم ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا مشاهدينا.